أحمد صالح العبدي هو اللواء الركن أحمد صالح العبدي، أحد رموز الحركة العسكرية التي أنهت النظام الملكي في 14 من تموز 1958. ولد في محلة الدوريين بكرخ بغداد في عام 1912. دخل إلى الكلية العسكرية مع رفيقه الزعيم عبد الكريم قاسم بتاريخ 15 من أيلول 1932، وتخرج سوية في 15 من نيسان 1934. شغل منصب أول رئيس لأركان الجيش العراقي في العهد الجمهوري، وأصبح حاكماً عسكرياً عاماً. واعتقل إثر وصول الضباط القوميين والبعثيين إلى السلطة في 8 من شباط عام 1963، وأودع السجن رقم 1 في معسكر الرشيد. أطلق سراحه في كانون الأول من عام 1963، بعد أن قضى الرئيس عبد السلام عارف على الضباط والقادة البعثيين. ظل العبد معتكفا بداره في بغداد حتى وفاته في عام 1968.